قصف في إدلب السورية وتدفق للاجئين للحدود التركية اليونانية. يبدو أن الصورة تتشابه بين الهروب من جحيم قصف النظام وحلفائه وبين رحلة الذهاب إلى الحلم الأوروبي، الحلم الذي تحول إلى حقيقة كان ينتظرها كثير من السوريين المقيمين في تركيا. في الوقت نفسه كان كابوسا مع الانتظار في البرد الشديد على الحدود. تركيا التي فتحت الأبواب أمام المهاجرين واللاجئين على أرضها للذهاب إلى أوروبا عبر اليونان ودون قيود أو شروط، ليقف الآلاف في المنطقة العازلة ينتظرون بين الحدود التركية اليونانية محاولين العبور إلى الجانب اليوناني مع رفض الأخيرة استقبالهم، بالإضافة إلى اعتقال ما يقارب 66 شخصا وصفتهم السلطات اليونانية بالمهاجرين غير الشرعيين. استمرار تدفق اللاجئين بشكل يومي أثار مخاوف الدول الأوروبية التي أعلنت مساندتها للحكومة اليونانية، معبرة من خلال رئيسة المفوضية الأوروبية عن قلقها من تدفق ما سمته المهاجرين إلى الحدود اليونانية والبلغارية، وخاصة بعد وقوع اشتباكات بين الأمن اليوناني والحشود المتجمعة للدخول إلى أوروبا. العالقون على الحدود اليونانية بينهم عائلات وأطفال يمضون الليل البارد مع غياب عمل المنظمات هناك، بحسب بيان لمنظمة الهجرة الدولية الذي وثق وصول ما يقارب 13,000 إلى الحدود التركية اليونانية، بالإضافة إلى تسجيل حالات وفاة بسبب البرد الشديد بحسب ما تنقله ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اللاجئون السوريون حائرون بين متردد من الإقدام على هذه الخطوة والتضحية في سبيل اتخاذ قرار ربما يغير مستقبلهم، لكنهم بكل تأكيد يجهلون معالم هذا المستقبل المنتظر. فما المصير الذي ينتظر المحتشدين على أبواب الاتحاد الأوروبي؟